أهلا وسهلا بكم من جديد في الملف الأخير لهذا المساء. طبعا اعتمد صندوق التنمية العقارية 8 بنوك لتقديم خدمات القرض المؤجل 300 ألف مواطن متقدم للصندوق بنسب أرباح تنافسية وتعاملات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وستقدم البنوك المختارة قبل صندوق التنمية العقارية القروض للمواطنين بحسب معدلات رواتبهم. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نتابعها في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. استبعد صندوق التنمية العقارية 4 بنوك من التأهل لبرنامج القرض المعدل الذي يستهدف تحقيق طلبات 300 ألف مواطن متقدم للصندوق العقاري، في حين تأهل 8 بنوك. كما تم استبعاد شركات التمويل العقارية المتخصصة لأنها تقدمت بنسب أرباح غير تنافسية، وتقدمت أغلب المنشآت التمويلية بنسب ربح ثابتة وتنافسية ومشجعة للاستفادة من هذا القرض، فيما عدا بنكين تقدمت بنسب مرتفعة نوعا ما مما أدى إلى استبعادها من المنافسة. وتم استبعاد بنكين تقدمت بصيغة الإجارة، حيث تم تأجيل البت في موضوع الإجارة، وذلك تجنبا لمخاطر ارتفاع الأرباح ومراجعتها كل سنتين. وسوف تكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و5 سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. في حين أن قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات بحسب ما نشرته صحيفة الرياض. في موقع التواصل الاجتماعي كان الصوت المعارض للقرض المعجل هو المسيطر على المشهد، حيث نشر العديد من المغردين والمختصين عدة تغريدات بهذا الشأن. الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري ذكر: احذر القرض المعجل، إنه القرض الذي سيأخذك إلى أبعد مما تتصور في طريق الفقر ورهن راتبك حتى تتقاعد أو تموت. المستشار الاقتصادي برجس البرجس كتب يقول: صحيح أن الصندوق سيسدد فوائد القرض عنك، ولكنك ستسدد هذه الفوائد للصندوق بعد تسديد القرض الأساسي، احذر واقرأ عنه جيدا. أما الكاتب الاقتصادي عصام الزامل فذكر: كالعادة حلول معجلة هدفها إنقاذ تجار الأراضي وليس حل أزمة السكن والتخفيف على المواطن. الشيخ عادل الكلباني كتب يقول: مدري وزارة الإسكان تبي تحل مشكلة المواطنين ولا تصرف أراضي العقاريين. شكرا لعبد الملك الجعيدي على هذا التقرير واللي شمل فيه كل الآراء. للحديث عن هذا الموضوع يسر أن يكون معي في الاستوديو العقاري والكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد العثمان. أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك معنا. وأيضا سيلتحق معنا عبر الهاتف بعد قليل الأكاديمي المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان. أنت إيش رأيك؟ شفت ردود الفعل؟ أنت رأيك في هذا القرار؟ مسيك بالخير أخوة المشاهدين، وأنا ماني عقاري. الحقيقة رأيي كالعادة أحاول أن يكون موضوعي. أنا كالعادة ضد الكلام الشعبوي وضد الهجوم بدون معرفة. أنا أعتقد أنه في كثير من الهجوم غير المبرر على القرض لأسباب معرفة. القرض هو واحد من برامج الصندوق، في الأحوال العادية المفروض أنه نشيد به، وهو لا يختلف عن أي من قروض الصندوق الأخرى. الفرق أنه الصندوق رأى أنه في قائمة من 300 ألف لا يستطيع الصندوق أن يخدمها على المدى القريب، فرأى أن يلجأ للبنوك لتسريع خدمة هال 300 ألف من خلال موارد البنوك التجارية، وفاوض البنوك بالنيابة عن المستهلكين للحصول على نسب مرابحة أفضل مما يمكن يحصل عليها المقترض مباشرة لو ذهب للبنك، ورأى أن يسدد عن المقترض الفوائد لمصلحة المستفيد، لكن يعيد تسديدها المستفيد بعد إتمام سداد أصل القرض للبنك. هذا في مجمله كلام جميل،
ولا يستحق الهجمة هذه. والأهم من كذا أنه هو اختياري، لا غير ملزم لأحد. 300 ألف شخص اللي على قائمة الانتظار لهم الخيار أنهم يروحوا يقترضوا ويتبعوا البرنامج. والقرض كم صار؟ 500 الحين؟ هو 500 ألف من اعتمد من يعني من ضمن قرارات الملك عبد الله رحمه الله في 19 قرار بذكره. وكون القرض اختياري فما يعني ما يعني انه في اي شيء من الالزام على الناس. واللي يشوف انه هو ما يستطيع انه او ما يرغب او عنده حساسيه منه، غير انه هو الحديث مثلا يوصف القرض في بعض الهاشتاجز انه هو ربوي، هو يعني هو قرض مرابحه. اذا كانت الهيئه الشرعيه تشرع المرابحه والتورق وما في حكم وما في حكمها والنماذج المؤسلمه، هذا زيها ما يختلف عنها تماما. هذا من جهه. فأنا أعتقد أن القرض في الأحوال العادية في سوق صحي جيد، يعني واحدة من مبادرات الصندوق اللي يشكر عليها، لكن للأسف زيها زي كثير من مبادرات الصندوق السابقة لن تحدث الأثر المأمول. ليش؟ لأنه المشكلة الحقيقية هي في جانب العرض وليست في جانب التمويل. هل تعلم أنه في صندوق التنمية العقاري على مدى الخمس سنوات الماضية يوجد الآن لدى صندوق التنمية العقاري 110 ألف قرض صدرت موافقاتها لم يستلمها أصحابها، لأنه لا توجد وحدات سكنية بالرقم اللي يقدم الصندوق، ولا توجد أراضي في ظل تضخم أسعار الأراضي لكي يشتريها الناس. وأنت تعرف أنه كل من قدم على الصندوق بصك أرض في النظام السابق هو في الحقيقة بعد الانتظار لسنوات طويلة هو باع الأرض، هو اشترى أرض أصلا بس عشان يبرر بها الطلب. هو لا يملك الأرض، وبالتالي مكونات البناء غير موجودة، ولا يوجد عرض لوحدات سكنية، وعندنا 110 ألف طلب موجودة عند الصندوق لم يستلم أصحابها. فإذا كان 110 ألف ما استلموا، إذا 300 ألف انضموا للقائمة هذه لن يجدوا وحدات سكنية لكي يشتروها، ولن يجدوا أراضي لكي يشتروها لكن وجود البرنامج يفسح المجال لمن يملك على الأقل قدرة مالية معقولة. لنعالجة مشكلته على المدى القريب. نعم، خليني بس إذا سمحت لي يعني أخذ معي على الهاتف المستشار الاقتصادي دكتور عبد الله بن ربيعان. دكتور عبد الله مساك الله بالخير. مرحبا اخوي علي، حياك الله وحيا الله على الاخوه المشاهدين والمشاهدات. شكرا لحضورك معنا. انت مع هذا القرار ولا ضد؟ لا والله انا ضد طول الخط، لانه القرار توقيته سيء. الان القرار يعني هو احنا كلنا نتكلم عن زياده جانب العرض، عن انخفاض اسعار الاراضي اللي هي طبعا المشكله الاساسيه. طبعا القفز الآن على المشكلة الأساسية ومحاولة أيضا يعني أي برنامج آخر ما عاد قبل حل المشكلة الأساسية سيرفع الأسعار. طبعا الأسعار الآن ملتهبة كثير، فأي قرار الآن سواء قرض هو دعم حتى قد يكون نفسي أكثر منه حقيقي، لأنه أنا لا أرى حقيقة أنه القرض سيؤثر، لأنه الكثير من الناس مقترض من البنوك التجارية، وكل مستحقين السكن يعني أنا أتوقع أنه في 80 وليس طبعا هذا رقم تحقيق، ولكن 80% سيكون عليهم قروض. بالإضافة إلى أنه لما يأتي القرض قبل أن توسع قاعدة العرض وتزيد المنتجات السكنية، طبعا سيكون يعني inflaming the market أو يعني يشعل الأسعار زيادة والأسعار ما هي ناقصة زيادة. بالإضافة إلى شيء آخر أخوي علي، إنه هذا القرض لما يأتي بخمسمائة ألف، طبعا البنوك فاتحة أبوابها منذ سنين، ويستطيع الشخص إنه يذهب ويقترض، ونراد بعشر سنوات، ونراد بعشرين، ونراد بخمسة وعشرين، كلها متوافرة. فأنا لا أرى أن دخول الصندوق في هذا التوقيت بالذات مناسب جدا، وبالعكس أنا أرى إنه من هذا يعني كأنه الصندوق يقول للعقاريين إنه نحن سنوصل يعني طالب القرض أو طالب السكن إلى ما تريده من الأسعار، ولا يعني تخفض أسعار. طبعا لما نلاحظ أيضا التوسع في القروض، ترى كان مشكلة العالم اللي حصلت في 2008 كانت بسبب القروض العقارية، لذلك اليوم الرهن العقاري نفس اللي أحصل الآن. لما تفتح قروض لناس وتعطيه قرض، وبعض البنوك أعلن إنه ترى مع القرض العقاري بعطيكم أيضا قرض شخصي، لما يسدد المواطن قرضين شيء يعني لا يمكن تصوره، من وين سيعيش أيضا؟ فمثل هذه الأشياء يجب أن تدرس. اليوم لاحظ سامة لما رفضت اللي هو تخفيض نسبة 30%، لأن سامة فعلا تقرأ السوق، يحتاج تهتم بوضع الاقتصاد أكثر مما يعني أنه لو فتحت هذا السوق وأقرضت الناس، وكل موظف بنك سيكون له مثلا جزء من الكعكة لو أقرض، فسيقرضون الناس، والناس يعني قد لا يكونوا مليئي الشخص المقترض، ففي النهاية سيصل إلى الإفلاس، ستفلس هذه الوحدات، لن تجد من يشتريها، سيحصل لدينا ما حصل في أمريكا في 2008. طيب
خليك معي دكتور عبد الله بس نقطة تفضل بترد عليه. يعني احنا متفقين في مجمل الموضوع، انا اتفق مع الدكتور عبد الله وهذا ما ننادي فيه دائما، نحن نحتاج الى تدعيم جانب العرض وليس الطلب. كل مبادرات الصندوق للاسف مع انها مبادرات رائعه وجيده زي ما قلت لك لو في الاحوال العاديه، لكن مشكلتها انها تعظم جانب الطلب وبالتالي تسهم في زياده انت التضخم. في البدايه قلت انك مع القرار. انا قلت لك مع القرار لو في الاحوال العاديه، لكن احنا سوقنا ما هو عادي، احنا سوقنا مشوه. سوقنا تسيطر عليه مشكلة تضخم أسعار الأراضي، سوقنا تسيطر عليه مشكلة قصور دور المطورين وسيطرة البناء الفردي، لا يوجد لدينا عرض كافي. قلت لك أنه في 110 ألف مستحقين للقروض لا يستطيعون يستلموها لأنه لا يجد وحدة، فكيف نزيد عليهم أيضا 300 ألف؟ إحنا في ناحية المبدأ متفقين، لكن أنا الشيء اللي أختلف مع كل من يتحدث عن يعني توجيه مبادرة الصندوق في إطار نوايا لدعم العقاريين وإيصالهم وإيصال الأسعار إلى رغباتهم والأخير، يعني وضع الصندوق وزارة الإسكان في إطار التجريم يعني والوقوف مع العقاريين، أنا أعتقد أنه في شيء من الهجوم غير المبرر، ما يحتاج نخوض. لا لا، الكلام مو لك أستاذ عبد الله، الكلام على الهجمة اللي في تويتر يعني. طبعا أنا ما أعتقد، لا طبعا التجريم والدخول في النوايا هذا الشيء لا يجب، ولكن المشكلة أحيانا أنه اختيار التوقيت قد يضعك في نقطة أنت أصلا ما كنت تقصد. متفقين. فلذلك أنا صراحة أرى، وبعدين يعني لو حصل هذا خارج المدن الرئيسية إحنا دائما نحاول أن نقص لكل الناس بنفس المقص، طبعا لا يمكن. لو احنا الان استثنينا جده والدمام والرياض ومكه وعملنا ما نريد في المناطق الاخرى لربما كان هذا جاد، ولكن انك تاتي لمناطق مشتعله فعليا الان وتزيد الاشتعال هذا سيؤثر على المواطن، سيؤثر على الاقتصاد، سيكبل الناس بقروض طويله الاجل لن تخرج منها الا منهكه، بعضهم لن يستطيع السداد، سياتي يوم يقول تعالوا خذوا بيتكم ولا اريد السكن لو اسكن في خيمه. فنحن يا أخواني ليست القضية قضية أنه فقط أنت نحاول أن نوصلك بما نستطيع إلى أن تتملك، لأنه في النهاية لما تجي المعدل الرواتب في معدل ما وصلت له الأسعار تجد بون شاسع، أنت لو يعني 30 ضعف من راتبك إلى 50 ضعف ما تشتري لك أرض. القضية الآن أسعار الأراضي بالذات وصلت إلى مرحلة يعني يقولون في الدراسات العالمية أنه أسعار الأراضي بين 15 إلى 25 من قيمة السكن كامل. الآن لما تجي للأرض اللي ب 800 ألف تبني عليها فيلا بحوالي 700 أو 800 ألف تجد أنها 100% تقريب، وهذا أنا أتكلم عن أطراف المدينة، يعني لو تتكلم عن وسط المدينة وصلت 3000، فالأرض اللي 400 ستكون 1,200,000، يعني هذه قد تبني يعني فيلتين فيها أو قيمة فيلتين من الستاندر يعني الفلل العائلية للعائلة متوسطة. فأسعار الأراضي هي المشكلة، يجب أنه نوقف كل حلولنا ونركز على حل المشكلة الرئيسية. إذا حلينا المشكلة الرئيسية بعدها مرحبا بالقروض، مرحبا بالتمويل الإضافي، مرحبا بأي برنامج داعم آخر. بس ليش يا دكتور عبد الله ليه احنا ما نشوف انه وزاره الاسكان تحاول انها توفر يعني خيارات كثيره للناس والناس تقرر؟ يعني احنا نتكلم عن الناس كان الشعب هذا مغفل ولا يعرف وين مصلحته. هذا اللي انا احاول اقوله. طبعا انا ما اريدهم يضيعوا مع احترامي للزملاء والاخوان في وزاره الاسكان وقتهم في اشياء لن تفيد، انت عارف علي انه مثل هذا القرض مع الفوائد مع هو متاح في البنوك، ليش انا انتظر وزاره الاسكان؟ اذا انا اريد قرض عقاري او رهن عقاري اروح لوزاره الاسكان واخذه وسيكون تقريبا بنفس النسبه اللي راح ادفعها ليش انا اروح يعني ثرو الصندوق؟ لا اخوي عبد الله، لما نتكلم عن 500,000 اخوي عبد الله 500,000 قادره على البناء او على شراء شيء الان؟ دكتور عبد الله ابغى اجاوب بس على سؤالك، يعني مبادره الصندوق في الموضوع هي مساعدة شريحة معينة اللي لديها قدرة مالية على الاستفادة من القرض بحيث أنها تحصل على قرض من البنوك التجارية بفائدة أفضل من اللي يمكن أحصل عليها بشكل مباشر. تعرف المفاوضة الجماعية الإيكونومي في سكيل يعني يقدم مساهمة من هذا النوع، والشيء الثاني أنها تدفع عنه الفوائد وبالتالي تخفف عليه كمية حجم القسط حتى لو كان يعيد سداده في الاخر. ففهد الجزئيه نقصد انها في النهايه سيعيدها ستطيل عليه بس يدفع يرجع يدفعها طيب سدد 15 للبنك التجاري ومن ثم سيتفرغ مره اخرى ليعيد محل الصندوق فستكون اطول في النهايه. انا مثل هذا لا ليس حل صحيح. ليس حل حقيقه يعني مجدي في هالوضع الحالي. طيب احنا مو يا اخوان يعني الاصل عندنا مشكله، واحنا دائما لما ناتي في اي مشكله اداريه عندنا حلين، يا تنفق فلوس يا تعمل ريجوليشن او تنظيم. فطالما انك ما نفقت يعني الامس لما وقعوا المخططات الجديده هذا قرار رائع جدا لانه يعني سيزيد العرض،
لما تفرض الضريبة أو الرسوم أو سموها ما شئتم، طبعا هذا قرار رائع لأنه أيضا سيخفض الأسعار. أما قضية أنه البنوك لابد أنها ترفع 30% ولابد أنها تشيء، طبعا قبل سنة ونص كانت كل الصناديق الإقراض مفتوحة للمواطن، لم يستطيع أن يتملك، والأسعار أرخص منها اليوم. طبعا ترى قرار 30% ما جاء إلا تقريبا من سنة ونص من مؤسسة النقد. فلماذا لم يتملك المواطن قبله؟ لأنه الأسعار من 5 سنوات وهي تغرد خارج يعني نطاق قدرة هؤلاء الناس، أو 65 أو إلى 70% من الناس. فلذلك لا تحاول أنك دائما تقفز على المنطق، هناك أمور منطقية، الأول دائما يسبق الثاني والثاني يسبق الثالث. إذا رتبتهم بهذا الأمر ستصل إلى حل المشكلة. إذا حاولت أن تقفز خطوة أو تقفز لأن طبعا لأي سبب لا أريد أن أسمي بعض الأسباب، ولن تصل إلى نتيجة وستزيد. ولنا 5 سنوات نتكلم عن العقار وعن مشاكل العقار وعن حلول العقار، وما زلنا من الآن، ولو رجعت قبل 5 سنوات ما زلنا في نفس النقطة، لم يتغير شيء. نعم، شكرا لك الدكتور عبد الله بربيعان المستشار الاقتصادي والاكاديمي، ان شاء الله نشوفك المرات الجايه في الاستوديو. اخيرا نقاط محدده. 1، احنا مش مختلفين، لابد من العمل على جانب العرض، واحنا كنا في لقاء وزير الاسكان الاسبوع الماضي وسالناه بصراحه، وانا ذكرت انه فيه ضبابيه تشوب السوق الحقيقه في تاخر اقرار اليه رسوم الاراضي، وما تلقينا اجابه عن الموضوع. ما اعرف اذا في تغير في الرؤيه الرسميه حول الموضوع. لابد من التسريع بحلول العرض واولها رسوم الاراضي. ثانيا، القرار مبادرة وضعت أمام من يريد أن يقتطفها، هو اختياري بالكامل، وأنا أثق تماما أنه لن يعني زي برنامج مساكن اللي طرحه صندوق التنمية العقاري في النهاية لم يستفد منه إلا عدد محدود. ونتذكر أنه الآن المحفظة اللي موجودة عند البنوك لديها خيارات للتمويل يمكن تكون مربحة أكثر. أنت تعرف أنه الدولة الآن في موقف إصدار سندات، فربما البنوك الآن يمكن حتى لا ترغب في الخوض في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة أنه المبادرة في حل في يد الوزارة. أنا قلت غررت أنه صندوق التنمية العقاري كان الأجدر به أن ينتظر في مثل هذا القرار، وحتى بما فيه تعليق بقية القرارات، طالما صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية، فالمفترض أن يعمل الصندوق على إعادة هيكلة برامجه في إطار هذا التوجه، رفع رأس المال، وضع مقدرات الصندوق وموارده في رأس مال معين، تنتهي الدراسات في هذا الإطار، وبالتالي يقدم مبادراته في إطار كونه مؤسسة تمويلية وليس يعني ليس بالمفهوم القديم، طالما صدر التوجيه السامي بمجلس الوزراء بقيام الصندوق بالتحول إلى هذا الدور. إحنا من سنوات وإحنا ننادي ببنك للإسكان يفتح باب الادخار ويفتح باب هيكلة القروض، حتى بالتالي يستطيع البنك كمؤسسة تمويلية أن يسند موارده من البنوك التجارية بدل ما يحيل المقترضين مباشرة للعمل والتعامل مع الـ مع الـ مع الـ البنوك التجارية. أنا القصد إنه الأمر ما يحتاج أن يعطى أكثر من حجمه، ولا يحتاج أن ندخل في النوايا والتخوين والقضايا من هذا النوع وتصفيف الناس مع وضد. هي مبادرة قد يستفيد منها 10-20-30-100 ألف شخص، لا يجي يعني ولا شيء مقابل 300 أرض اللي في الصندوق ومليون ونص طلب عند وزارة الإسكان. نعم، شكرا لك الأستاذ خالد العثمان الكاتب الاقتصادي على حضورك معنا، وإن شاء الله أنه نجد خيارات كثيرة لهذا المواطن البسيط اللي عنده حلم بسيط أنه يكون عنده بيت. من حقك أيها المواطن السعودي يكون عندك بيت، بس إن شاء الله الحلول تكون مفيدة مستقبلا. فعالة. شكرا وفعالة. أشكركم دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.